بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير نبي أرسل وعلى خير كتاب أنزل على هذه الأمة المباركة. أحبتي في الله، ها نحن نلتقي مجددا مع حصتكم شفاء العي، وهي حصة تعتني بالإجابة عن أسئلة المواطنين المتعلقة بأمور دينهم ودنياهم على ما قرره كتاب ربنا وسنة نبينا واجتهادات فقهائنا. فجعلنا هذه الحصة خصيصا انتقينا فيها بعض الأسئلة التي جاءتنا عبر رسائل المواطنين حول موضوع الزكاة. نحن نعلم أننا في شهر محرم، وهذا الشهر الفضيل أغلب الناس يحرصون على إخراج زكاتهم في هذا الشهر. أولا نقول بارك الله في أرزاقكم وبارك الله في أموالكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل دينار أخرجتموه أو في كل دينار تنوون إخراجه. وهذا ما لمسناه من أغلب المواطنين يتحرون ويسألون عن الزكاة وعن أحكامها، وبالأخص صراحة الذي استغربت له وهو النساء. يعني الرسائل التي تأتي من عند النساء يسألون عن أحكام الزكاة بشكل رهيب وشكل عجيب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أرزاقهم وأموالهم. أولا ما يجب أن ننبه عليه أن أغلب الناس يظنون أن الزكاة لا تخرج إلا في شهر محرم، وهذا خطأ خطأ. أول من جعل شهر محرم تجمع فيه الزكاة هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى تجتمع أموال الناس وتعطى لجهات معينة، وينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة. كان هذا هو المقصد من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تكون بهذه الصورة. ولكن نقول أنه لكل مزك حوله، لكل مزك حوله، بمعنى كل من يبدأ تجارة معينة أو يصل ماله الذي يدخره إلى نصاب الزكاة عليه من يوم بلغ النصاب يبدأ زكاته، بخلاف التاجر. انتبهوا، بخلاف التاجر أيها التجار أصحاب المحلات، النهار اللي تحل حانوتك أول دينار تحطها في القجر في الصندوق، أول دينار حليت اليوم أبدأ بالكالندري تاعك وبدأ تحسب حساب الزكاة، راه يكون بالشهر الهجري، معليش حطها بالشهر الميلادي وما يقابله بالهجري باش ما تغلطش، ولكن الحساب راه بالشهر الهجري. قلنا أن كثير من الأخطاء عند بعض المواطنين يظنون أن الحساب يبدأ من محرم، وهذا خطأ. محرم هذا لمن أراد أن يجعله محرم، واحد يجعلها في شوال، واحد يجعلها في رجب، واحد يجعلها في الربيع الأول، الربيع الثاني، محرم، شعبان، رمضان. أنت حر، أنت حر متى؟ متى لما تكون باغي تبدأ، وش مش هار تبدأ فيه التجارة تاعك. ولكن بمجرد أنك تحل حانوت تاعك التجارة تاعك، من نهار الأول تحل الباب أول دينار يسقط في الصندوق أبدأ تحسب بالزكاة. لا يشترط في زكاة التجارة دوران الحول على المال الذي في الصندوق، خطأ. وإنما يبدأ من يوم بداية التجارة، أي بديت اليوم إن شاء الله، قال بديت أول محرم على سبيل المثال، ولا خمسة محرم ولا عشرة محرم وهلم جر، وين تبديت؟ ولا بديت في شعبان ولا في أول شعبان، 15 شعبان 13 شعبان، ما يهمناش وين انت، المهم اكتب انت وين تبديت. احسب سنة كاملة هجرية، كي تكمل لك السنة أروح تحسب واش راه عندي في الكونت، يعني في الحساب تاعك الجاري أو البنكي، واش راه عندك في الدار، واش راه عندك في الصندوق، زيد واش راه عندك سلعة، تقوم السلعة اللي عندك زايد الأموال اللي عندك في الصندوق زايد الأموال اللي عندك في الدار، هذه كلها تجمعها واش دير وتقسمها على 40. متى؟ كي تلقى روحك بلغت النصاب الذي يجب فيه الزكاة. إذن رايحين نتكلموا الآن أولا على الحول
الحول وهو دوران السنة الهجرية، هذا هو الحول، الحول بمعنى السنة الهجرية. الشرط الثاني وهو بلوغ النصاب. الآن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتواصل مع وزارة المناجم حددت لهم سعر الذهب، قال الذهب راه يدير 1,300,000 غرام. لما حسبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وجدت أن نصاب الزكاة اللي هو 85 غرام ذهب تعادل 100,010,500. نعاود، 100,010,500,000، 100,010,500,000 اللي عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول، دارت عليه السنة، يخرج منه الزكاة. الآن شحال يخرج؟ قلنا يخرج 2.5. احنا باش ما نتعبوكش نقول لك المبلغ اللي عندك اضربها في 2.5 وقسمها على 100، النتيجة هي الزكاة، قاع هذه نقصروها لك. واش دير؟ أي مبلغ راه عندك، اللي يسمعوا فينا، أي واحد عنده مبلغ حال عليه الحول وتجاوز 100,010,500,000، واش يدير؟ يقسمها على 40. أي مبلغ، 120 مليون، 130 مليون، مليار، ما عرف واش، قسمها على 40، النتيجة هي الزكاة. نعاود، أي مبلغ عندك تجاوز 100,010,500,000، واش دير؟ تقسمها على 40، النتيجة هي الزكاة. هذا باش نختصروا لك الطريق. الآن يجي السؤال، يقول لك أنا بصارع علي ديون. هنا نفرقوا بين الديون المتعلقة بالتجارة والديون الخارجة عن التجارة. ماهوش تتمشي تشريها سكنات وتشريها عقارات وتشريها سيارات وتقول لها فيها الديون. إذا كان كيما هكا ما نزكوش. الدين اللي يدخل في الحساب هذا هو الدين المتعلق بالتجارة تاعك. إذا عندك سلعة راهم يسالوك فيها 30 مليون، يسالوك 40 مليون، يسالوك 100 مليون، خرج الدين تاع هذاك بس أعطيه لمواليه. ماهوش نقلعوه لك احنا من الحساب وتقعد شاده. الدين هذا اقلعه من الحساب، قال لهم يسالوني 30 مليون ولا 40 مليون، كان شحال كان عندك؟ كان عندك 150 مليون. 150 مليون قال شحال راهم يسالوني؟ قال راهم يسالوني 30 مليون. شحال قالت لك؟ قالت لي 120 مليون. 120 مليون قسمها على 40، النتيجه هي الزكاة. إذن علينا أن ننتبه لهذا الأمر جيدا، أن زكاة التاجر، زكاة التاجر أولا تبدأ من أول دينار يوضع في الصندوق، واحدة. اثنين، زكاة التاجر لا تبدأ من محرم أو شعبان أو رمضان أو غير ذلك، تبدأ من اليوم الذي بدأت فيه التجارة أيا كان هذا اليوم. الأمر الثالث أنه لا بد من سنة هجرية كاملة. الأمر الرابع أن يكون خاليا من الدين أو مادة المانع. رابع، خامسا أن يكون الرصيد الذي عنده قد بلغ النصاب، هي 100 مليون، ماذا؟ 10,500,000. هذا فيما يتعلق بنصاب الزكاة هذه السنة، سنة 2024 الموافق ل 1446 هجرية. إذا مواطن من المواطنين كان عنده هذا المبلغ مبروك عليه. إذن حتى ننزع هذه المسألة من الطريق ويكونوا إخواننا وأخواتنا على بينة في هذا المقام وننتهي من هذه المسألة. المسألة الثانية وهي تتعلق بمسألة زكاة الشركة. بزاف لهم يسألوا الآن، يقول لنا جاو أسئلة، يقول لك أنا حال مع واحد حانوت، أنا حالين مع بعضنا، واش الشيخ الزكاة كل واحد يحسب وحده ولا كيف نديرو؟ نقول أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. واش معنى هذا الكلام؟ ما دام دخلتوا في التجارة مع بعضكم، انت حطيت 50 هو حط 50، انت حط 100 هو حط 100 مليون الى غير ذلك، ولا انت 70 هو 70، ولا انت 50 هو 100،
مهم، هناك مال مشترك. هذا المال المشترك لا يفرق به باب الزكاة. نهار اللي يجي باب الزكاة، انتوما حطيتوا التجارة مع بعضكم، جاتكم مثلا 200 مليون والحمد لله بديتوا تبيعوا وتشروا، كي جيتوا تحسبوا لقيتوا عندكم 300 مليون. 300 مليون هذه قسموها على 40 تخرجوا نصاب الزكاة. هذا الزكاة التي لا بد منها، أنه تحسب من المال مجتمعة، بخلاف يجي واحد يقول لك لا احنا دخلنا 100 مليون 100 مليون، كي جات الزكاة يقول لك اه الشيخ قلتوا لنا 100 مليون و10 و500 ألف، أنا مانيش بالغة، وصاحبي عندها مثلا دخل ب 100 مليون ماهوش بالغة، معناها هنا واش داروا لنا؟ قسموا لنا ديك ال 200 مليون 100 100، وبهذه الطريقة ما يزكوش. نفس الشيء جماعة زكاة الغنم، احنا عندنا في كل 40 شاة شاة، والمات اللي عاد تبلغ 40 شاة تجي شاة. حقيقة زكاة الغنم تختلف عن غيرها، لأن لابد الاشتراك أن يكون في المراح، ويكون في المشرب، ويكون في المأكل والعلف وإلى غير ذلك. الملك يشترط شروطا، احنا اللي يهمنا أن هذول هم مشتركين في تجارة الغنم. هؤلاء أصحاب الغنم، وراح إن شاء الله بإذن الله في الحصص المقبلة إن شاء الله راح نتكلموا على زكاة الغنم، التي هي الغنم التي عليها دوران الحول، وزكاة الغنم التي هي كعروض تجارة. راه الفرق بين جماعة اللي يدور في السوق يبيع الغنم ويشري، وباللي يتسنى العام. إحنا نتكلموا الآن على اللي يتسنوا في العام تاعهم، وعندهم مربين الزوائر ومربين الغنم والبقري الى غير ذلك. هذا واش يديروا؟ هذا كان عنده 20 نعجه وهذا عنده 20 نعجه، ودخلوا مع بعضهم. لكن كي جات الزكاه يخرجوا شات، ما يجيش واحد يقول لي انا عندي غير 20 الشيخ، وهذاك صاحبي عنده 20، ولا انا عندي 35 هو عنده 5. ما دام مع بعضكم تخرجوا الزكاه، تخرجوا شات واحده. هذا واش معنى لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرقين. اذا جماعه اللي راها مشتركه في التجاره تحسب الزكاة مع بعضها، ماهوش كل واحد يحسب وحده، مع بعضها، ويقل النتيجة قسموها على 40. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. المسألة الثالثة، وهي تتعلق بتشطير مال الزكاة. سألوني كثير من المقاولين وأرباب الأموال وطرحوا لي فكرة، قال لك يا شيخ احنا دوك يكون مدوا لهم الزكاة، ربما يبذروها، ربما ما يشروهاش أمور، واش كون نخليها عندي في الكوفر، يعني في الصندوق الامن، ونبدا كل شهر نعطيهم منها. مثلا هو جاته 100 مليون زكاه وعنده عمال، قال لي يا شيخ انا كل مره كل خلصه كيجي الشهر نعطيهم الخلصه تاعهم ونزيدهم من مال الزكاه، نعطيهم الشهر تاعهم. مال الزكاه يملك صاحبه، يملك تعطيه له وهو حر فيه، راه عنده يخلص به الضوء، يخلص به ادويه، يشري به امر معين الى غير ذلك. وانت تعرف العمال تاعك، الا حاله واحده، اذا تعرف بلي ان هذا الانسان سفيه في امواله وعنده عائله، ولذيك المراه ما تعرفش تتصرف في مال اولادها، ولا عندها ولد قبيح، هي فقيره ومسكين ما عندها، بصح عندها ولد قبيح، اذا عطينا الدراهم يديها عليها وكلش. هذا واش دير انت يا رب المال؟ خلي الدراهم في علاجها، ما تضرش بها. قال هذه دير فيها في كيس ولا في صندوق، قال هذا مال الزكاة مش تاعك، باش نهار اللي تموت يلقوه على جهة بلي هذا المال خاطيك، هذه أمانة كواديعة راها محطوطة عندك، وانت راك تعطي فيها من العمال والفقراء تاعك. علاه؟ اللي ما يحسنوش التصرف تعطيهم كل نوبة بالسياسة، خاصهم الضوء، خاصهم الدواء، تعطيهم منها. واللي تعرف بلي هذا ناضج، هذا أعطيه، هو راه عارف كيف يتصرف في المال تاعه. اذا يجوز ان تعطي عمالك مباشرة، ويجوز لك ان تحتفظ له بالاموال لمن كان سفيها او لا يحسن التصرف في امواله. هذه مسألة. المسألة الرابعة، وهي تتعلق باعطاء الزكاة اغراضا. واحد قال لي الان انا نعرف بلي خاصهم فريجيدار، خاصهم كوشه، خاصهم كذا، قال لي الشيخ نمشي للزكاه نشريها فريجيدار ونعطيها لهم. هذه مش وظيفتك انت انك تعطيها لهم عينيه، انت روح لهذو مالين الدار المحتاجين، قال واش خاصكم؟ قال خاصنا كذا كذا، يا ودي ها مال الزكاه ويلا نديكم تشرو.
ربما شي يقولوا لك، يقول لك يا ودي راه عندنا مرض، عندنا عمليه جراحيه راها اولى من هذا الفريجيدار، نصبروا المحامي، نصبروا ما عندنا شواحه، وراه عندنا مرض خطير والدواء تاع غالي، هذا اولى منهم. هاك شوف الان وين وصلت. اذا علينا ان نحترز في هذه الاموال، اننا نسال اصحاب الصدقات ماذا يحتاجون، عندما يقول نحتاج كذا وكذا ندهم معنا ونشروا لهم، هذا حقكم اعطاكم ربي ورزقكم. وشاو انا راني وسيله باش نسهل عليكم ان شاء الله، يلا نشيلكم فريجيدار، يلا نشيلكم مروحه، لان بزاف يقول لك هذه الامور راها من الكمال، لا 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 حبيبي، راها من الضروريات، راها بعض المناطق راها تاع الصحراء راه الكليماتيزر من الضروريات، والرواحه راها من الضروريات، والفريجيدار راه من الضروريات، لان الدوره الجيولوجيه والمناخ راه تبدل يا جماعه. خاشي بزاف اللي يجي يقول لك هاو الصحابه رضوان الله عليهم علاه ما كانش عندهم فريجيدار، ما كانش عندهم كليماتيزر، وعلا كانوا صابرين، ها كانوا صابرين للضروره والحاجه، وانت عندك الحمد لله ربي اعطانا، اعطانا من هذه الوسائل الحديثه ما نخرج به من الضرر والحاجه. وكما قال سيدنا الامام الجويني رحمه الله عليه منظر علم المقاصد، قال ان الحاجه تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، وكل أدرى بثلثه، اللي يحتاج هذا ما يحتاجهاش الآخر. ربما في المناطق الباردة عندهم الكليماتيزار من تحسينيات ما يحتاجوش أصلا، أو المعتدلة، المناطق المعتدلة ما تنقولش الباردة، لان المناطق البارده ربما يحتاجوا الكليماتيزار لانها في دوبل فونكسيون، يبرد ويسخن، ها وين ربما يحتاجوه. فلكن نتكلموا القاعده العامه. اذا احبتي في الله، ما يتعلق بالزكاه على العمال اللي راهم عندهم خدامه، بامكانهم اولا ان يجعلوا هذه الاموال في صندوق خاص ويكتبوا فيه هذه اموال الزكاه لاصحابها. وقادر هذا رب المال واش يدير؟ يدير اظرفه دي زونفلوب في هذا الصندوق، قال زيد، عمر، فاتحه، زينب، عائشه، كل واحد يحط له لونفلوب تاعه ويبدا يعطيه من هذاك يتسحق يعطيه من ذاك لونفلوب. هذا وينهم؟ اللي قلنا يخاف انهم ما يتصرفوش مليح، اما اللي يتصرفوا مليح ها لونفلوب تاعكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. النقطه الاخيره والتي نختم بها في هذه المساله من النوازل المعاصره في قضايا الزكاه، وهو ما يتعلق بأصحاب الأموال الكبيرة. سمعوني مليح مليح، هذا الأمر على بالي يعجب الفقراء ويعجب حتى الأغنياء. وش معناها؟ نعرف بعض أرباب الأموال يقول لك أنا نزكي 200 مليون 300 مليون 400 مليون، الله يزيدهم الله يزيدهم إن شاء الله يا ربي. بصح يقول لك يا شيخ والله نكون صافين وصادقين معك، يقول لك والله لا تجيني ثقيلة باش نخرجها، انا باين نخرجها وراني خايف ربي، بصح والله العظيم باش نخرج 200 مليون 300 مليون 400 يا شيخ والله لا اجي صعيبه، النفس والشيطان وكذا 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 وكذا، واحيانا نجيني نكون محتاج، كان عندي صحه جاتني سلعه جاتني كذا وراني نحصل. اما لا اسمعوني مليح مليح يا ارباب الاموال، يا اصحاب الزكاه الكبيره، اسال الله عز وجل ان يبارك لكم في ارزاقكم. منو هاك ان شاء الله حطوا ريجيست، ديروا سجل واكتبوا فيه سجل الزكاه، ولا ديروها في الاورديناتور، بصح الاورديناتور ما فيهاش الامان، يدخل لها فيروس كلشي راح لك. دائما خدموا كيما سيستم تاع لي نوتير ولا تاع البلديه، اكتب في الاورديناتور ولكن الوثيقه في الوثيقه، الريجيست او السجل ضروري، سجل مكتوبه فيه الزكاه، وديروه بالسنوات، قال 2024 1446 حط الريجيست هنايا. ايا واش دير؟ تبدا عندك عمال تعطيهم هذا 10 هذا 20 هذا بالسماوات كذا 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 كذا، ايا يجيك واحد ما تعرفهاش كاع، السلام عليكم السلام اسي الحاج بارك الله فيك، ولا يا الحاجه ولا يا سيده فلانه، يا ودي راه عندي عمليه جراحيه راه مقيومه لي 50 مليون، راه مقيومه لي 50 مليون وانا مانيش قاد باش ندير هذه العملية، ودي يكون هكذا يا ودي هاني صاب الزكاة مازال عندي حتى على هذا غير مات ولا كيف؟ لا، يجيك واحد عنده عملية جراحية ولا متورط المسكين في تهمة
وعنده عليه ديون تاع الغرامه ماليه تاع السجن وغير ذلك، يا ودي سلكه باش يسلكك مولانا. ولا واحد زيروه في الديون تاعهم واحرجوه، هو انسان فاضل ودخل في تجاره وخسر، ولا طردوه من العمل ولا اي شيء من هذا القبيل، او جاه فرصه تاع سكن وقاعد برا في الزنقه وما عندهش عليها وين غير ذلك. اسمعوا لي مليح مليح، كي يجوكم هذا المحتاجين وتتاكدوا بانهم محتاجون وتنطبق عليهم اوصاف الفقراء والمساكين، او تنطبق عليهم اوصاف الغارمين هم اصحاب الديون، هذا واش دير؟ شحال خاصك؟ 20 هاك، واحد زوج ثلاثه، ها 20، الله يعينك، هذا مال الزكاه، ونمشي نكتبها في الريجيست تاعي بالرغم ان الزكاه مازال ما لحقتش. وها الزوج، ها الثالث، نهار اللي يدور العام الهجري وباغي تخرج الزكاه وانت من ارباب الاموال، باين بلي كفيت النصاب، نجيب الاله الحاسبه نحط الريجيست قدامي ونقول الكونطابل تاعي المحاسب يبدا تحسب، يبدا يحسب كذا كذا كذا، قال شحال عندنا زكاه نخرجوها للعام؟ يقول لك نخرجوا 500 مليون. اقول لك يا ودي انا مخرجين لحد الان 300، ما شاء الله، شحال قعدت حق ربي؟ قعدت لك يا ودي 200 مليون ما زاد، هيا هذه خرجها. اللي قال لك يا ودي نخرجوا 500، وشحال انا مخرجين؟ انا مخرجين 500، اما لا الحمد لله في الصفر. اللي قال لك شحال نخرجوا؟ نخرجوا 500، وشحال انا مخرجين؟ انا مخرجين 550 ولا 750. الان انت امام خيارين، اما مسلك الاحسان واما مسلك الشريعه، اما المقامات العاليه واما المقامات العاديه. اذا تسلك مسلك الشريعه، قال يا ودي انا كنت نخرج لان ديباسيت لي ليميت تاع الزكاه بالزياده، قادر، لان انا نقول لك لان افتينا لك بجواز اخراج الزكاه قبل حولان الحول، اما انت واش تدير؟ هذا المال اللي جا فوق الزكاه، انت عندك 500 لقيت روحك مخرج 600، معناها 100 مليون، هذه راح حلها للعام الجديد وديرها في الريجيست تاع العام الجديد. هذا صوره. الصوره الثانيه تاع الاحسان، قال الحمد لله رب العالمين جاتني 500 واني دافع 600، الله يتقبل، الله يتقبل، 500 زكاه وليك 100 مليون صدقه. نسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم في هذه الاموال وفي هذه الارزاق، جزاكم الله خيرا. ونسال الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعطي منفقا او اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. اللي راهم ينفقوا الله يزيدهم، والله يبارك لهم في ارزاقهم، والله يبارك لهم في اموالهم. والى الملتقى ان شاء الله مع حصتكم شفاء العي، الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.